يا شباب طبعا اسف فوتت 6 دقائق من المباراة، بس النتيجة بعدها 0-0 وهجمة ريال مدريد اول ما بدينا برا. حلوة اراخو موجود في ايران، رافينيا ضاعت الكرة، وين 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 ترقص روحك انت، دينا بالتقطيع. طبعا شباب اليوم ما ناوي اعصب ابد، لان اكتشفت انه هم خطيبتي تشوف مقاطعي، خالة تراني مو عصبي بس هم يعصبوني انا شعليه. ليش ترجع؟ ليش ترجع؟ قدم لي قدام، ليش ترجع؟ اوه تخوف. بنزيما جول، لازم يجول، بنزيما لازم يجول. تسلل 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 تسلل. بس يا شباب يا شباب، يعني كيسه ده يسوي له حركه بنص الملعب وعليه لاعبين. متسلل يابا، متسلل رايح. شتيجن شتيجن شتيجن، صد لك كره شتيجن، ترى سهله والله على شتيجن، ما اعرف ليش ما صدها. يلا جافي جافي، احنا املنا بيك بصراحه. البقيه هيك فيطي روفينيا، المن ترفع المن ترفع. معصب على رافينيا، هو معصب معصب على بالدي، رافينيا معصب على بالدي. انت تمريرتك فاول اذا هجومنا فيران توريس ورافينيا، يعني شو راح نسجل اليوم؟ هم شوي ارحم من هذا فسو فسو فاتي هم زين. لا لا لا، بنزيما بنزيما، حلو حلوه. كوندي كوندي بظهره، ولكم هذا الملعب اسمه سانتياغو برناليو، بس المشكله ليو ما موجود. شوف شلون يلعبون ركنيات، شوف 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 اللعبه ايش قد حلوه، احنا ركنياتنا كلها ناصيه والله، ضاغطين علينا والله. يفوزون يفوزون ريال مدريد بهالمباراة، يفوزون. احنا اذا طلعنا متعادلين بهالمباراة يعني النتيجة تعتبر ايجابية بصراحة، اما اذا 1-0 فزنا يعني بالحظ لا، فها يعني خير من الله. واذا هم فازوا 1-0 هم تبقى تعتبر نتيجة شوية ايجابية لبرشلونة، اهم شيء ما يفوزون بنتيجة كبيرة. هذا ممثل، هذا هذا روديجر يمثل هواية، دير بالكم منه. شوف شوف هو وقع روحه ومات، شبيك والله. ده يلعبون باريحية ريال مدريد، فد مرة مرتاحين بالملعب. شوف تغيير اتجاه اللعب، بعد السرعة بالتنقل، ان الكرة بالقوة تطلع من رجليناتنا. يلا يلا يلا، يسرى يسرى، يمنى يمنى يمنى، ضد رافينيا يمنى. توريس يصفن مثل المطي مثل المطي، تجينا الكرة يظل صافم. ليه ما يعرف؟ ما عنده فكرة بباله، ما يعرف ايش راح يسوي بالكرة، ما يعرف. ليش ما تعيدها اله؟ ولكم فيران توريس مطي، وانتو حلوه تخبوا الكيسه، ركض انطاك الكره وركض فتح له مساحه. اتمنى واحد يجيب هاللقطه، كيسه انطاها لتوريس وركض بالمساحه، يعني وانتو يقدر يلعب له. وانتو ايش سوى توريس؟ ذكي رجعها للدفاع. عقليه عقليه لواعيب، هاي عقليه لواعيب لاعب، حتى لو عنده مهارات بس اذا عقليته زباله صفر ما راح يقدر يسوي كل شيء. ميسي ليش يختلف على بقيه اللواعيب؟ ميسي لاعب عقليته تختلف، لاعب ذكي، لاعب يقرا الملعب قبل لا يتحرك، هو قاري الملعب، يعرف الخطوه مالته شنو راح تكون. مو تجيني الكره يلا افكر ايش راح اسوي، لا. فرق بين ميسي وبقيه اللاعبين، ميسي متى تجي الكره يعرف هو دارسها مسبقا ايش راح يسوي، شنو الخطوات اللي راح يسويها. فيران توريس تجي الكره يظل صافن، ما مصدق روحه، جات الكره جوا رجلي ما يعرف شو يسوي. لا يا ديونج، لا يا ديونج، لا تلعب لا تلعب بالخطا اللي شنو تلعب بالنار يا ديونج. صار بيه مسك وشاد، هاي هاي مال ديونج، لزمه لزمه، شوف لزمه. ها 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 فينيسيوس، ها شنو السالفه؟ مصارعه؟ لا وضايج يعني، ليش بطيتني؟ ليش طيتني انذار؟ ضايج والله العظيم. هذا فينيسيوس يا ضحك، والله العظيم هذا كوميدي. بس ديونج هم لازمه، يعني ديونج واحد لازم الثاني، بس هو فينيسيوس هو فينيسيوس هم خطيه، لان ده يتعرض لحمله شنيعه من العنصريه بصراحه. ده نسمع الاخبار وال جماهير الفرق البقيه وبعض الالفاظ اللي يقولوا ايه. يلا جول جول، كيسه ايش تسوي؟ جول، فاتت جول، فاتت جول، مستحيل ما اصدق. لا شكو تسلل، فرحه ببلاش، فرحه ببلاش، تسلل. صوش فيران مو صوش كيسه، فيران الغبي اخر الكره، فيران اخر الكره، ما لعبها من البدايه. منا منا راسنا مشي، منا العب راسنا، ماكو تسلل ماكو تسلل ماكو تسلل. والله العظيم اذا حقانيين يرجعون للفار هسه ويشوفون انه ماكو تسلل ينحسب جول. حسبه حسبه، جول 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 1-0. بس المشكله هاي النتيجه تاثر علينا ابد، ما ارتاح من برشلونه يسجلون بالشوط الاول، خصوصا شويه دقائق متقدمه، ما ارتاح ابد، راح نخسر راح نخسر. الفريق هسه راح يرتخي وتعرفون بعد، يعني ما يحتاج احكي، اكو كوما امثله يعني. نفرح احنا من نسجل جول، بس مشكله برشلونه، برشلونه يسجلون بالشوط الاول، الشوط الثاني يرجعون. فد مره ماكو تسلل على نفس الخط، على نفس الخط
شلون دخلت؟ هي الكره تريد تدخل يعني صدها. ها ميليتاو دخلها، ميليتاو فوت الكره. واسف عليك يا كيسه، المفروض تسجلها من اول مره يا بالبث. شنو فيلمك انت؟ اشوف كل المباريات متقطع الا برشلونه. بوسكيتس جافي غير يقعد راحه. جافي وانت الاخ بوسكيتس ايش دا تسوي؟ جاي يفر شلون احكي حكي داخل منطقه الجزاء يفرها. عيدوا اللقطه مال بوسكيتس الله يخليكم، خلي نحكي عليه بعد. بس تقطع انا والله يا بدروح رافينيا دروح. كل شيء لاعب شلل يا بطلوا تدخلون تشوفون المباراة يعني، خلينا نشوفها براحتنا. لاعب مصاب، لاعب مصاب، ما راح يوقفوها، ما راح يوقفوها. مودريتش، مودريتش، فيران توريس. مستحيل مستحيل هذا لاعب، مستحيل هذا يلعب بالدور الاسباني ويا برشلونة، مستحيل. جافي يلا ياخذ انذار يلا يرتاح يا فيران توريس. انت لك شنو من بشر هذا؟ شنو من بشر؟ يلا بالدي، يلا بالدي، روح بالدي، روح بالدي، ركض بالدي، سريع بالدي. فيران توريس يفتار الغبي. جزاء تسلل. اوكي خلص الشوط الاول زين يعني، مو ذاك الاداء القوي، اداء زبوقي بصراحه، بس يعني 1-0 قابلين بهالنتيجه اذا استمرت. معروفين يعني برشلونه وفريق تشافي بالشوط الثاني راح ينزلون نايمين. على كل نشوفكم بالشوط الثاني وهدفين الريال مدريد يعني محسوما بينه. رجع لكم شباب الشوط الثاني ونتمنى التوفيق لبرشلونه، نتمنى النتيجه تستمر 1-0 او نعزز النتيجه بهدفين. بس اعتقد ريال مدريد ما راح يسكتون، ريال مدريد راح يدخل اقوى بالشوط الثاني من عندنا وهذا الشيء طبيعي، يحاولون يفوزون. على كل لحد الان النتيجه لصالحنا بس نتمنى الافضل. خلينا نشوف الشوط الثاني ونشوف احداث المباراه. لا تنسوا شباب اذا عجبك الفيديو سوي لايك واشترك بالقناه اذا ما مشترك. يلا لا يا الهي رافينيا، رافينيا بنزيما اكبر منك، الحق اسرع منك ياخذ الكره. استوديو التحليلي كله كامل شفته بدون اي تقطيع بس بدت المباراه. البث حاقد عليه. جافي ما يرتاح اذا ما ياخذ انذار بكل مباراه، ما يرتاح والله العظيم. مع توريس الغبي وقع روح المطي، ماكو عقل والله، ماكو عقل هنا، ماكو هنا نعال بدماغه نعال والله. عيب هذا اسلوبنا ذا اللعب والله العظيم عيب. يلا رافينيا وقع، وقع الغبي، وقع الغبي. ما اعرف ليش اشترينا هذا اللاعب، انا اصلا عمري حياتي ما سامع بيه ولا شايف يلعب الدوري الانجليزي، فريقه كان يريد يهبط يعني، على شنو، على شنو ده نشتريه؟ شنو مقومات هذا اللاعب حتى يلعب ويانا البرشلونه؟ وليش الجماهير ضغطوا؟ اتذكر الجماهير كانوا يضغطون على الاداره، رافينيا ورافينيا ونريد رافينيا. شنو بي بحيث يعني جذبك خلاك تريده انه يلعب البرشلونه؟ ما افتهم والله. لاعب البرشلونه يضغط شيء، ماخذين هذا مود التخويف، يجي يم اللاعب يسوي له ويرجع اضغط عليه ياخذ الكره منه. لا تعطونا رافينيا يا اخي، مو رافينيا يا توريس، توريس هجومنا توريس. لا حول ولا قوه الا يا مغير الاحوال من دافيد فيا وايتو. كريم المبخوت، مبخوت هذا مو كريم، مبخوت. عندنا لاعبين نقص ترى، توريس ورافينيا، كل شيء ماكو، حتى دفاعين ماكو. يلا يلا رافينيا الله يخليك. بعد شو يسوي؟ بعد شو يسوي يا الله؟ المرض، المرض، المرض يتعثر بالكرة. حلوة ديونغ، والله ديونغ سوى حركة تخبل، بس المشكلة من رافينيا بقى راح يطلع، راح يطلع بالرمية، طلعها رمية بوحدة، بوحدة طلعها رمية. مستحيل هيك لاعب يابا طلع والله العظيم. نزل أي لاعب، نزل ذول الصغار من لاماسية، نزلهم يا معود. ايش ده تسوي تشافي؟ شوف مودريتش، وين مودريتش يابا؟ شنو هلا؟ ما تقول لي كنز هذا مودريتش، والله كنز. ها آه كيسه، المشكله مشكله كيسه دائما يرفع ايده، هاي آه مشكلته. شوف دائما يرفع ايده بدون ما يدري، ترى بدون ما يحس يعني، وما متعمد، بس هاي طريقه ركضه يعني، طريقه اللعب مالته هيك. منو هذا؟ يلا يلا اسرع اسرع اسرع. الرافينيا، الرافينيا ايش ده تسوي؟ قافش بيهم كل الوعي بنعدوا. تقول مرض، مرض، مرض صار بالفريق، حتى جافي تحول مثلهم. الغباء هذا مرض معدي. اكسكيوز مي يعني ايش ده يصير؟ فهموني لو سمحتم يعني. اي لاعب لبرشلونه يلزم الكره يظل صافي بيه لحد ما تنقطع. رافينيا صار يسار، هو يمين ما مدبرها، هو يسار. حلوه هاي، حلوه هاي التمريره. باع الغبي، الغبي اللي ما يركض. فيران توريس، فيران توريس مد رجلك، مد مد بغداد، اي شيء مد، بس سجل جول. والله مو صوتك، والله انا ما اعتب عليك، صوت هذا الغبي اللي فكر يشتريك. 70 مليون مدري 60 مليون دافعين بلاعب مرض. نزل فسه انه والله ما سلم عليه، سلم عليه تشافي. يلا فيران توريس والله عبرها.
أنسو فاتي شالها، أنسو فاتي شالها. ده تتخيلون الكرة رايحة جول، أنسو فاتي شال الكرة. أنسو فاتي مدافع للمرة الثانية. مباراة مانشستر يونايتد سواها ضد ليفا. فاتي يدافع عن المرمى، أنسو فاتي. فأنسو فاتي شال الكرة. تخيلوا ما يقدر يقمز يعني، وأنت عيني. أنت عيني كيسة يعني، هذا المرمى كله. ما تسدد إلا على رجل هذا الأثول. أنا إيش قلت أنا في البداية؟ دائما أقولها. كل مقطع أصوره. فريق برشلونة فريق غبي، ما عندهم عقلية، ما ذكاء، ماكو ذكاء، ماكو باللعب. عيدوها اللقطة مع الفاتي من شالها برجله، شوفوها بس باعوا وياها، شوفوا شوفوا كيسة بعمل شالها. فاتي فاتي شالها. اقمز اقمز يا غبي، اقمز اقمز، شيل رجلك. لا والله غبي، مو غير مقصود يا اسم المعلق، والله راح من بالي، حتى المعلق نسيت اسمه. ترى بكأس الملك أبد ما خسرانين بهذا الملعب، سانتياغو برنابيو من الستينات. حلوة فيران توريس، بدأ أصدق اللي دا أشوفه. يا سلام انطاهم الكرة. والله كريم بنزيما خوش إنسان، والله خوش ولد يعني. قام رأسا على كوندي، عرف لي انداس على رجله، قال أذيته، رأسا قام علي أتأكد منه، ما اعترض، ما قال لا وما سويت له شيء وليش هيك يا حكم. ظل الوعيب اللي يخلوك تحترمهم غصبا ما عليك. فيران توريس فيران توريس فيران توريس مشاها حلوة. أنسوا فسو، اخذ ركنيه فسو. الله، واخيرا سيرجيو روبرتو، واخيرا سيرجيو روبرتو، هذا اللي كنا نريده. واخيرا يا تشافي افتهمت احنا شو نريد، وجددوا عقده 10 سنين، خلوه يخيس ببرشلونه. مين ده؟ الله والله يخوف شتيجن، تزيدات البعيده شتيجن يخوف، ما امن بي. شفتوا فائده سيرجيو روبرتو من لحظه دخوله لحد الان مختفي، هذا يثبت انه لاعب ساحر، بس انتم ما تعرفون، هو لاعب ساحر من دخوله لحد الان مختفي، مو اي لاعب يقدر يسوي هالعمليات التخفي هاي. يا مقابل احنا ليفربول ناخذ 5 برشلونه عمي، بس فهموني دول شلون فازوا 5 على ليفربول؟ شنو الغباء يا الهي، لكم شنو العقليات هاي؟ شوف هذا الاخ، ولكنه كلاسيكو والله العظيم، بدك تشوف هيك مباراه فريقين يصارعون لحتى ما يصارعون على الهبوط، يمكن مباراه تكون احلى، فريقين هابطين يعني وهيك مباراه تحصيل حاصل يلعبون. موت موت اشتيقن، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. والله انا بدالك هسه اضيع 20 دقيقة اقوم متت. يلا مرتدة روح، سجل ثاني، سجل ثاني عادي يعني، شكو بيها؟ بيا البث ترى ما بقى، والله ما بقى ثواني، شكو تتقطع التلاخ. يابا ما يصفر، شنو الفيلم؟ ركنية طاهم، يعني اللي يسجلون، ماكوش حكي اللي يسجلون، يلا خلاص بعد شنو ايش قد يعني؟ 10 دقائق؟ اي صفر الحكم واخيرا. فايز لا تكلمني خوش، يلا فايز انا، لا حد يحكي وياي. اداء ونتيجة، ما شاء الله. اللهم زد وبارك على هيك اهداء وهيك نتيجه. طبعا لازم نعذر الفريق لان عندنا غيابات، شو اسمه، من هذا اللي دائما يضيع الكرات بالهجوم، نسيت اسمه، ليفاندوسكي وعثمان ديمبلي، اللي فرصه واحد بخمسه، كل 5 فرص يجيب واحده، وبيدري، بس بيدري النشط بصراحه يعني من الغائبين. على كل الف الف مبروك، فزنا وثلاث نقاط، لا العفو شنو ثلاث نقاط، هي ترى ذهاب واياب، هم نسيت. المهم 1-0 نتيجه حلوه، مباراة الأياب يرجعوا لواعيبنا إن شاء الله، نكون أقوى بالكابنو بالجحيم. 5-0 أخذوها مني، مع السلامة شباب، باي.